السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الطريقة تاع اليوم طريقة جلابة هكا صغيرة للبنات اللي يقراو في الجامع، يبغيو يقراو في الجامع والله يصلوا بهم، ونديرو بالتدوير الملابس. تكون عندك هكا ملاية في الدار، تكون عندك ما تحتاجيهاش، تكون عندك ملاية بالية في الدار ما تلبسيهاش، تحليها وتخيطيها لبنتك هكا في الجامع والله يصلوا بهم، يشوفوا يصلوا بهم. البنات الصغارات، هاد البنت سن 8 سنين. نحلها هيا فينا هكا، انا غادي نحلها ونولي نوريكم طريقة الفصالة ان شاء الله. نديرو طريقة الفصالة. طريقة الفصالة هيا درتها، حليت الملاية، حليتها ها هي، درت هذا تحتاني راه مطوي على زوج، هذه الجهة تاع الخلف راه مطوية على زوج، هذه الجهة تاع اليمين والجهة تاع اليسار اللي يجيو في الجناب، جهة هذه الجهة اللي منا والجهة اللي منا، ونديرو في الوسط نديرو السنسلة، نديرو الفصالة، الفصالة الكتاف، العرض نتاع الكتف، تزيدو واحد سنتيم هنا باش نديرو الطية نتاع السنسلة هنايا، هنا ديرو الكفة تاع السنسلة باش نديرو السنسلة تاعنا تجي في الوسط، هادو زوج اللي يجيو في الجناب وهادي الجهة تاع الخلف. هاهي هادي الجهة تاع الخلف، هادي الجهة تاع الخلف هنا مبلعة، وهادو محلولين، وحدة محلولة من وهادي محلولة من، بزوج محلولين هادو. نديرو طريقة الفصالة، نبداو على بركة الله، بسم الله. ها هي هنا ندير 15 عندها 30 30 سنتيم نتاع الكتاف، نقسموها على زوج، طيح لي 15، تزيدو ندير ضربو، ما نديرش 15، ندير 17، تزيدو زوج سنتيم نتاع الخياط. هنا هكا بهذه الطريقة، ها هي تهودو هنايا، تهودو في الحبة نتاع الباط، تهودو 15 سنتيم هنا بهذه الطريقة، تهودو 15 سنتيم هنا، هاني هنا وتوليو الدورو بربع صباع هكا، كي ديرو الدورة، الدورة تاع الصدر هنا، توليو تعبرو الدورة تاع الصدر، الدورة تاع الصدر 23 سنتيم، 23 سنتيم، 22 سنتيم، كل وحدة دير على حسب العبر تاع بنتها، ولا تبقاو تخدمو هكا كان شي وحدة تبغيو تخدمو لها. هذه هي الطريقة تاع الفصالة، نبداو على بركة الله، نديرو قبل الحبدة تاع الأمام وتاع الخلف، ها هي ثلاث صباع بهذه الطريقة، نبداو دايما بهم باش تعرفو تفصلو، ها هي نديرو ثلاث صباع، هنا. نوليو دروك، هاهي قلت لكم تزيدو، تزيدو هاديك زوج سنتيم تاع الخياطة، دايما تزيدو، هاهي تهودو بخمسطاش سنتيم، وتوليو دورو بربع صباع، هاكا توليو تزيدو عليها زوج سنتيم، هاديك دايما تزيدو ديك الزيادة نتاع الخياطة، دايما أنا نزيد، نولي في التالي، نولي نقص. هكا توليو تيوازيو هكا، تولدو واحد دخلو بواحد زوج سنتيم، وتوليو هاهي هاد الطريقة، هاهي هكا نولي نهود على حساب دوك أنا غادي ندير على حساب الطول نتاع الملاية اللي كانت عندي، هاهي هي عندها الطول 110. نعبر الطول ونولي عاد نشوف الى نقلع ولا هيا هنا هنا نديرو هذيك، نديرو زوج سنتيم نتاع باش نميلو الكتاف هنا بهذه الطريقة، هاك نولي نزيد نهود، نهود في الامام، نهود بربع صباع هكا بهذه الطريقة، تزيدو تهودو، تهودو بربع صباع هاي هنا هاي هادي نتاع الامام، هادي نتاع الامام، وهاي من التحت نتاع الخلف، نعبر الطول وشوف شوفي لا نقلع ولا ما نقلعش، هادي الطول قلت لكم 110، نضرب لها هنايا الطول ونولي ندير لها كفه صغيره، ها هي
هنا هكا باش تشوفوا الطول. هذه هي دروك باقي لي نخدم لها لي مونش تاع الملاي. السلسله ها هي اللي غادي نستعملها. ها جيبوا لي طويله، هذه هي اللي طويله، معليش ولا ما تجيش قد ها هي، تجي ناقصه لكن معليش تجي هكا ومن تحت تقعد مفتوحه. نخدموا دروك، نخدموا لي مونش تاعي. ها هما انا قلعت هذا، حليتها كي حليتها قلعت هادو، هذا انا غادي نخدم على لي مونش. ها هما شوفوا نتوما على حسب الملايه اللي تكون عندكم. الا تشريو القماش شريو القماش، شريو زوج متر، والله 10 سنين تشريو زوج متر، الا كانت 5 سنين 4 سنين تشريو متر ونص. ها هي بهذه الطريقه ندير لي مونش تاوعي، ندير لي مونش تاوعي. بقاو لنا لي مونش تاع الملايه تاعنا اللي نخدموها. الطول تاع لي مونش 50 سنتيم، هاي دير بهذه الطريقه، نزيد زوج سنتيم، هاي 50 سنتيم، هاي هنا الطول 50 سنتيم، من العرض غادي ندير 12 سنتيم، هاي هنا تهودوا من هنا بهذه الطريقه، هنا تهودوا 13 سنتيم، هاي تهودوا 13 سنتيم، تجي هنا، هنا قلت لكم 50 سنتيم، هاي. تاع الطول زيدت واحد سنتيم، درت 51 سنتيم، هنا هكا بهذه الطريقة، ها هي تهودوا 13 سنتيم، ها هي تهودوا 13 سنتيم، وترسموا لي مونش تاعكم هكا بهذه الطريقة، دروك نخرجوا هنا، هنا هكا، ها هي بهذه الطريقة. هكا ومننا بهذه الطريقه، هنا عندنا هنا خرجت لي ملاقيه باش درتها على حساب هاي هكا. هادو هما لي مشتو هنا، ندير نفصلو هكا. شتو هنا راكم ديروهم على حساب الحرده تاع البار تاع الملايه اللي درتوها. هاي تجي هكا، تجي بهذه الطريقه، تبداو تعبرهم بجهه تاع الكتاف، ها هكا، ها هي بهذه الطريقه يجيو، ديروهم قدها. هذه هي الملايه تاعنا، نديرو طريقه الخياطه ان شاء الله. تكفوا الجهه تاع الخلف، هي كفيتها، كفيت الجهه تاع الخلف، عاود تكفوا الجهه تاع الامام باش نديروا عاود السلسله. ها هي كفيت الجهه تاع الخلف، نكف ضرب الجهه تاع الامام. هيا كفيتهم، نديرو دروك السلسلة، الطريقة تاع السلسلة، هاهي لصقو جهة، عاود لصقو جهة،
طويل الداخل. هاي بهالطريقة تلصقوها. هاي هذا الوقت نخيط هاي. ديروا كفة لداخل. توليو تكفوا هنا لتحت كيبقى لكم، توليو ديروا عاود كفه هنا لتحت. ها هي الطريقه. باقي لي نلصق عاود الجهه ها هي هكا، نلصق الجهه اليمنى. هاي عاود هادي لصقوها بهالطريقة. هاي تا هادي لصقها كيما لصقت هادي، لصق هادي لصق هادي، ونوليو نكملو الملايين تاعنا. نكملو طريقة الخياطة. درت لها السنسلة، هاي كملتها، ركبت لها السنسلة. ها هي بهالطريقة، ها هاي السنسلة تاعها كملناها. قلت لكم هنا تقعد لكم مفتوحة، هنا من تحت تقعد فيها الفتحة، هذيك الفتحة تكفوها. كي تبقى لكم هذيك الفتحة تما تكفوها. هاي تبقى لنا دروك نلاقيوها، نلاقيو الملايين تاعنا. ها هي نلاقيها من الكتاف، ونولي نركب لها لي مونش تاعها. نخيطو هنا في الكتاف، هنايا دايما انا نخيط هنا في الكتاف. لصقت لي مونش، هاي لصقت الجهه هذه، عاود لصق الجهه تاع هاي الجهه الاخرى نلصقها. لصقت جهه وباقي لي جهه تاع لي مونش، هاهم نلصقوهم بهالطريقة. لي مونش راكم شايفين كيش لصقوهم. باقي لي نلصق لها غير لي مونش، ونلاقيها وندير لها الكفة. ها هاني لصقت لي مونش، لصقتهم زوج جهات، لصقت من الجهة تاع اليمين الجهة تاع اليسار. باقي لي نلاقيها دروك، لقيها من زوج جهات، لقيها منا عاود لقيها منا، وندير لها الكفة ونوريكم النتيجة إن شاء الله في الأخير. النتيجة النهائية نتاع الملاية نتاعنا، هاي نتاع الصغار، هاي جات شابة اللي عندها ملاية هكا في الدار تستافدي منها، تخدميها ملاية بنتك باش تصلي بها، ولا تمشي بها للجامعات يقراو في بهم في الجامع. كاين بزاف البنات هكا راهم يقراو في الجامع، تلبسوهم ديروهم باش تستروهم. الملايه نتاعنا جات شابه، هذه هي النتيجه الاخيره نتاعها. ها هي قلت لكم السنسله، ها تلبس 8 سنين هكا، 8 سنين حتى 10 سنين، درتها شويه وافيه وفيتها. الى عندكم ملايه خدموا لبنياتكم هكا، وصحه رمضانكم، ومع السلامه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.